السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعين الكرام، وحلقة جديدة من سلسلة تجديد الدوج تشالنجر. حاليا أنا داخل الورشة والسيارة انتهت طبعا من الفرن فارتشت بالكامل، فأني بنشوف السيارة نتعرف على كل شيء صار فيها. قبل ما نبدأ نصور يسعدني أخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي المتخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام وعلى التيك توك، جميع حساباتي متخصصة بالسيارات. وزي ما ذكرت يسعدني اشتراككم بالقناة إذا كنت من عشاق عالم السيارات. طبعا متابعين الكرام، خلونا قبل ما نروح نتكلم عن دوج تشالنجر. طبعا تشالنجر هذه شريتها تقريبا من قبل 4 شهور على سلسلة التجديد. السيارة صراحة تأخرت، حتى الورشة تأخرت، ويوم قررت أسافر وأخذ إجازة ما شاء الله يدق علي يقول لي السيارة انتهت. طيب يا أخي لي 3 شهور قاعد أطرد ورا السيارة ما خلصتها. لكن عموما الله يعطي العافية أبو أحمد، جهز السيارة ورشها رشة حلوة وجميلة. أنا إلى الآن ما شفتها إلا بالصور، فعلى الواقع الآن بشوفها وبشوف كل شيء فيها. في بعض القطع ما كانت موجودة وجابوها، في بعض للحين في قطعة أو قطعتين ناقصات ما حصلوها. فصراحة يعني تعرفون تشالنجر شوي صعبة، مو زي تشارجر، مو زي السي 300، فهذه هي المشكلة. طبعا السيارة موجودة في ورشة الرش الماسية في الصناعية القديمة الله يعطيهم العافية، قد اشتغلت عندهم في اكس ار، والتشالنجر الحين موجودة عندهم. بيكون خلف الكاميرا معي الاخ ابو احمد مدير المكان، يعلمني ايش صار كل شيء. وبسم الله. وهذه ورشة الرشة الماسية، تابعوا حسابهم على سناب شات يوريكم شغلهم قبل بعد الى اخره. طبعا متخصصين فقط في الرش والسمكرة، ما في ميكانيكا، متخصصين بهذا الشيء. وصراحة شيء جميل للانسان اللي يبحث عن شيء متخصص فيجي للمكان هذا، طبعا بالرياض بالصناعية القديمة. طبعا الان معي خلف الكاميرا الاخ ابو احمد الله يعطيه العافية. هذه التورس محروقة صح ولا لا؟ اي الله يعوض الله العافية. طبعا هاي السيارة 2021، اسلم، صار في حريق جنبها وتأثرت السيارة، تأثر الرفرف والباب والمرايا والجنب، يلا الله يعوض على راعيها. الله يعوض عليها. هذا بس طبعا بدون سمكر بدون شيء صح؟ بس لازم هذه نشتغل عليها حرق البويه القديمه حاليا. نشتغل عليها الحرق لين يطلع. معجون سمكره ما تحتاج؟ لا ما تحتاج سمكر. يعني بس اللهم صار حريقه. الله يعوض على راعيها. انا انصح يصورها ويحتفظ بالصور عشان بكره اذا يبغى يبيع يوريهم انه بس مجرد حريق شال الحراره، بعد ما هو مو السياره اللي احترقت، الحراره لعبت فيها. وهذه 2021 نفس السيارة. ايه هذه اشتغلها راعي السيارة بورشة ثانية. ايه كان فيها حكة بالباب، ما ادري اذا واضح معك، ورشها بس الباب والباب. طبعا بنشتغل عليها، نشتغل عليها. اي والله تعبان الشغل هذا مرة. أيه. تعبان حتى في معجون، تذكر شغل الجكسار اللي بالكريك. أيوة. يشيل المعجون بالكريك. الفكرة احنا نشتغل على الباب حرق وعادة الأمر. طيب هذه الصدامة. أيه. الله يعوض عليه. اللهم آمين. ما شاء الله. والتاهو صدام، لا هذا برضو كان في اختلاف بالألوان. ايوه بس هذا مشتغله راعي قبل، هذا شغل وكالة. كيف شو الوكالة؟ مصلح بالرفرف هذا بالوكالة. مصلح بالوكالة والاختلاف واضح زي الشمس. ايوه بالضبط. والحين نروح للمفاجأة. طبعا اللون جاني تصليح واجب واجب واجب. لحظة. ترى ما خلصنا للآن، ما خلصت السيارة، بس انها طلعت من الفرن 90%، باقي فيها كم قطعة؟ الحين هي كبدي تركبت بالكامل، باقي الصدام الأمامي لأنه اضطرينا نجيبه تايوان. ايه تمام؟ بس في شب ناقص ما حصلناه عشان كذا ما رشيت الصدام. ما رشيت الصدام ولا وزنته، بس ركبته كذا مبدئيا. طيب يلا بسم الله، لازم ينفك مره ثانيه ويرش. نبدا بسم الله. بسم الله. وهذا هو الموتر، وهذه هي اللمعه اللي تكلمنا عنها اللؤلؤيه، واضحه معكم اللؤلؤي. ما شاء الله ترى اللون جميل جميل. واضح معكم بينك؟ ايه واضح بينك بينك وبلو. وبلو ايه موجود. طبعا هذه السيارة باقي لها صفرات ولا لسه باقي لها شغل. طبعا هذه السيارة من الخارج، مو بهنا الموضوع، الموضوع الصدمة اصلا. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الباب اللي انا شاريه
وهذا الجزء اللي كان كان عندك هنا عفط، كان عندك هنا عفط حلو. مثلا في القطعه هذه الصغيره هذه لازم صنفر وتلميع، ما صنفر وتلميع هذه طبقه ذكر صح؟ ايه. وهذه داخليه السياره طبعا فكينا المركب. لا هنا هنا اللي اشتغلت عليه ما شاء الله، هنا قصيت انا اذا تذكرها قبل. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا كان في صدمه. والشاصيه موزون صح؟ بالملي. طب افتح لي الباب، افتح لي الباب يعطيك العافيه. المرتبه نبغى نغير المرتبه وتغير الايرباك صح؟ صح ما شاء الله، حتى الصدام الخلفي ضابط موزون 100%، كله رجع وكاله ما شاء الله. الحين باقي نشتغل على الجنوط رش. الجنوط رش لون فضي، نبغى نسوي تصويت رشه لون اسود. تصويت يا شباب نص لمعة اللي هو زي لون جنط الهلكات. ايه؟ لا هو أسود لامع ولا هو مطري. حلو تمام. أو الرش اللي هو السيلفر زي هذا اللون، يرجع زي هذا اللون بالضبط. ايه ما أدري، خلي يشوف الجمهور، خليهم يصوتوا يا جماعة. هذا سنابهم زي ما أنت شايف ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الرفرف. طبعا يا جماعة زي ما ذكرت لكم طبعاً السيارة قاطها من 3 شهور عنده، ويوم سافرت خلصها بسرعة وصار يبغى. وين القطعة اللي جابها سلمان؟ في قطعة برضو كانت ناقصة الشبك ما حصلناه، لا تشاليح ولا وكالة صح؟ ولا تايواني. بس بنشوف عاد وش بسوي ابو احمد. هذه القطعة القديمة المكسورة عندك. ايه وهذه اللي جابها سلمان. حلو حلو. هذا اللي من تحت. ايوه ممتاز ممتاز. هذه قطعة جابها أمس سلمان سبحان الله، كان بالتشاليح. لحظة هذه أي قطعة؟ هي هذه حقت أي جنب؟ هذه حقت الجنب اليمين اللي جنب اليسار موجودة. آه سليمة يعني ما في شيء. آه يشتغلون عليها تجديد. ممتاز ممتاز. باقي الدركسون ما ركبتوه، ديكور الجير ما ركبتوه، الإيرباك والكرسي لسه ما ركبتوه. طبعاً ما تقصر تخلي السيارة بهالشكل لما تشوف النتيجة النهائية. هذا الصدام لون المطفي. أيوة. يعني لون المصنع طالع كذا باقي لسه. بس الشمعة ما شاء الله برضو الشمعة ركبوا شمعة جديدة. هذا الصدام الجديد طبعا هذا مو بالحام ولا شيء، هذا وسخ غبار. طيب هذا الشبك حتى في التجاري ما لقيت شيء منه مرة مرة ما حصل. طيب وهذا شبك السيارة الوكالة صح؟ لا هذا جديد. شبكه الاصلي وينه؟ لانه في علامه تشالنجر مدري دوج بالضبط. والله مشكله الشبك اللي فوق موجود، اللي تحت مو موجود، والله مشكله. مع انه اكثر قطعه تطير اللي هي اللي تحت صح ولا لا؟ طيب عموما متابعينا الكرام كذا تقريبا خلاص الحين خلصت من الفرن 90%، باقي الصدام الامامي. باقي انت وش باقي لك في الورشه عشان تقول لي عبد الرحمن خذ مفتاح سيارتك وما عاد اشوف وجهك، لا انت ولا سيارتك. انا باقي لي اركب لك الصدام ورشه. ايوه تمام. اركب لك المرتبه. حلو. لك الارباك دركسيون. ايه؟ طبعا الدركسيون هو ما شغل فيه بس احاول اشتغل لك اياها. ما حتقصر انت عارف يعني انت عارف ابو حاله ما حتقصر معه. تمام ورش لك الجنوط كمان. حلو رشه الجنوط، رشه الصدام، كشافات الضباب. هي ما فيها كشافات ولا فيها؟ والله اتوقع ما فيها. نسكر لها اماكنها بالصدام القديم. الصدام في ديكور، في ديكورات نسكرها. نبي ندور القطعه يا شباب تكفون. اللي يعرف مكان القطعه اللي تحت يعلمني وينه، اللي يعرف تشليح، اللي يعرف تجاري يعلمني وينه لاني باخذه. فافزعوا لي في الموضوع هذا الله يجزاكم خير، لان دورنا في التشاليح اغلبها مصدومه واجهيتها يعني ما تلقى. لا فعموما باقي لنا المرتبه والارباك الجانبي ديكور والدركسون ورشه الصدام ورشه الجنوط، وطبعا بصنفرها وصنفرة اوليه وتلميعه اوليه. بعدين انا وش بسوي؟ اباخذها بشوف ايش يبغى لها عفشه من تحت ترتيبات، ابى اصلحها واخلصها، بعدين امسك المفتاح واروح الى طبعا احد المراكز المختصه بالتلميع يسوي لها تلميع كامل، وبعدين نانو سيراميك ونشوف هناك بتصير النتيجة النهائية للسيارة. بشكل عام مثلا محرك ما يحتاج، جير نظيف، ديفرنس نظيف، هذه الأشياء كلها كويسة في السيارة، لكن فحمات ممكن مقصات إلى آخره ممكن تحتاج إلى تضبيطات خفيفة. فالشغل الكثير والطويل بيكون عند أبو أحمد. خلاص اقتربنا من النهاية الله يجزاه خير. متى إن شاء الله تكون جاهزة بإذن الله؟ إن شاء الله يعني تقريبا إذا توفرت القطع يعني 4 أيام. 4 أيام؟
حنقول ان شاء الله الاسبوع الجاي بنفس هذا اليوم بننزل حلقه كحد اقصى، تكون السياره جاهزه من عندك كامله على بركه الله. تابعوا حسابهم بسناب شات علشان تشوفون التصوير السيارات المصدومه، كيف شغلهم، كيف يصلح، كيف انه يسمكر السياره ويضبط طبعا الحديد عشان يحط معجون جدا خفيف، مو زي بعض الورش يكثر معجون عشان يغطي اخطاءه. هنا ما شاء الله لا، يسمكر كانه يعدل تعديل بارد، بس تعرفون البايت تكون متكسره بسبب الحادث فيعدلها بالكامل بعدين يرجعها. متابعيني الكرام طولت عليكم، اتمنى ما اكون غثيتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.